اروح اشتري واحد من اجهزة ماك ولا اروح اشتري بي سي؟ في الفيديو ده هنكون بنستعرض ونقارن بين اجهزة الماك من شركة ابل وبين البي سي في 10 حاجات عشان نقدر نعرف ايه الجهاز الافضل، او بمعنى ادق ايه الجهاز اللي يناسبني اكتر. خليك معايا في الفيديو، هنستعرض حاجة حاجة ونتكلم فيها بالتفصيل. اهلا بيكم فيديو جديد. اول اختلاف عندنا بين اجهزة الماك والبي سي كمبيوتر الشخص بتاعك هو نظام التشغيل الاوبريتنج سيستم. هنلاقي عندنا في اجهزة ماك من شركة ابل الاوبريتنج سيستم بتاعها اللي هو الماك او اس اللي مطوراه خصيصا شركة ابل لاجهزتها فقط، ما بيشتغلش على اي اجهزة تانية غير اجهزة ماك. في المقابل عندنا البي سي بيشتغل بعدة انظمة تشغيل ممكن تشتغل باي واحد فيهم، لكن اكتر واحد منتشر واكتر واحد مستخدم فيهم هو المايكروسوفت ويندوز. في اختلاف الى حد ما بين نظامين التشغيل دول، نظام تشغيل الماك او اس بتاع شركة ابل شوية نظام مغلق مخصص بس لاجهزة الماك زي ما قلنا. طريقة التعامل معاه مش بالسلاسة والسهولة اللي ممكن تلاقيها في المايكروسوفت ويندوز، لان هي ليها طابعها الخاص والسوفت وير بتاعه الخاص. مش كل حاجة بيتم تطويرها للماك او اس، لكن في المقابل هتلاقي ان عندك الويندوز اختيارات اكتر، سهولة اكتر في التعامل، منفتح اكتر على اي حاجة سمارت او اي حاجة حديثة انت ممكن تحتاج ان تتعامل معها من خلال ويندوز. فلو انت من مستخدمين ماك ومن مستخدمين الماك او اس اتعودت عليه، ممكن تلاقي انه مش متقبل شوية الويندوز، والعكس صحيح لو انت من مستخدمين مايكروسوفت ويندوز في الغالب مش هتكون مرتاح شوية مع الماك او اس. فده اول اختلاف عندنا، وده هيودينا للاختلاف التاني، مدى توافق الاجهزة دي مع الاجهزة التانية اللي انت بتستخدمها في البيت. مدى توافق اجهزة ماك مع الموبايل بتاعك، مع التي في بتاعك، ايا كان انت بتستخدم ايه في البيت، ونفس القصة البي سي مدى التوافق مع الاجهزة التانية. هنلاقي عندنا في اجهزة ماك الدنيا مغلقة بشكل كبير جدا على الاجهزة بتاعة شركة ابل، اي حاجة براها مش هتلاقي فيه تناغم، مش هتلاقي فيه توافق. فانت لو بتملك اكتر من جهاز من شركة ابل، الايفون، ماك بوك، ايا كان، ايباد، هتلاقي ان دول بيشتغلوا مع بعض بصورة جميلة جدا وبسلاسة، تقدر توصل اي حاجة على اي حاجة بمنتهى البساطة. تناغم كبير جدا، توافق كبير جدا بين الاجهزة دي، بس لازم تكون شركة ابل هي المصنع للاجهزة اللي انت بتستخدمها. فلو انت من محبين شركة ابل بتستخدم منتجاتهم، هتلاقي ان كل حاجة عندك في منتهى السلاسة ومنتهى الجمال في الاستخدام. اي حاجة تانية برا شركة ابل هتلاقي في صعوبة جدا ان انت تعمل توافق معها مع الاجهزة اللي انت بتستخدمها، او تحاول توصل دي بدي او تستخدم دي مع دي، في صعوبة. في المقابل اجهزة البي سي التوافق بتاعها مفتوح لكل حاجة ممكن تتخيلها. اي شركة او اي منتج جديد، اي اختراع جديد، دايما بيتم توجيهه ان هو يكون متوافق مع اجهزة البي سي ومع انظمة التشغيل ويندوز، ان انت بمنتهى البساطة تقدر توصل حاجة بحاجة، تشغل دي على دي، هتلاقي انه متوافق مع كل الاجهزة، مفيش اي مشكلة معاه، نظام مفتوح تماما. اجهزة البي سي فيها اختيارات كتير جدا، فانت مش هتلاقي عندك مشكلة مع اي جهاز انت بتملكه من اي شركة، مفيش اي مشكلة خالص. ممكن الشركة دي مع الشركة دي مع دي تلاقي كله شغال مع بعض، مفيش اي مشكلة. لكن هتلاقي المشكلة مع اجهزة ماك، مع اجهزة شركة ابل. الاختلاف اللي بعد كده هو السوفت وير، ايه المتاح ليك تستخدمه على اجهزة بي سي، وايه المتاح ليك ان انت تستخدمه على اجهزة ماك. هنلاقي عندنا على اجهزة ماك الدنيا شوية محدودة في السوفت وير المتاح ليك، لان مش كل الشركات بتطور برامج للماك او اس بعكس البي سي بعكس ويندوز، اللي ما اعتقدش ان في شركة لما بتحب تفكر تطور برنامج ما بتفكرش توجهه لمستخدمين ويندوز، لانهم اكتر بكتير جدا. بس ما نقدرش ننكر ان اجهزة ماك معاها برامج حصرية ممتازة جدا بتيجي مع اجهزتها، وخصوصا برامج الايديت، خصوصا برامج المونتاج والجرافيك عموما، دي حاجة مميزة جدا، لكن تظل محدودة على اجهزة ابل بعكس الاختيارات الكتير جدا 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 المتاحة ليك على اجهزة البي سي. اعتقد ان انت مفيش حاجة مش متاحة ان انت تستخدمها مع نظام تشغيل زي ويندوز. فده اختلاف كبير واختلاف مهم جدا وانت بتختار. الاختلاف اللي بعد كده هو التصميم، شكل الجهاز بيكون عامل ازاي البي سي واجهزة ماك.
هنلاقي عندك أجهزة شركة أبل دايما ليها تصميم خاص بيها، وكل جهاز الماك بوك الماك برو الآيباد كل جهاز ليه تصميمه كده وشكله اللي في الغالب ما بيتغيرش كتير، مميز جدا، شيك جدا، جودة عالية جدا. شركة أبل بتعرف تعمل منتج فخم. لكن عندك أجهزة البي سي في المقابل أنت ما عندكش شكل محدد، لأن أنت عندك مئات الأشكال تقدر تعمل الشكل اللي أنت عايزه، تقدر تصنع اللي في خيالك بحيث يكون البي سي بتاعك بدماغك أنت بالشكل اللي أنت بتحدده. دي نقطة فيها اختلاف، أنت عندك هنا أشكال محددة، تصاميم محددة، لكن بي سي أنت عندك الإمكانية أن أنت تصنع أي شكل أنت عايزه يكون بناسبك وبناسب ذوقك. الاختلاف اللي بعد كده هو الاختيارات المتاحة قدامك. لو أنت هتروح مع شركة أبل مثلا، هنلاقي عندك الماك بوك مثلا أو الماك برو أو أيا كان الجهاز اللي أنت عايز تشتريه، هي عدة إصدارات منه مفيش غيرهم، فأنت بتختار اللي ناسبك من الإمكانيات بتاعته مش أكتر ولا أقل. في المقابل البي سي أنت عندك مئات الشركات اللي بتتنافس أنها تقدم لك أجهزة بسعر وإمكانيات تنافسية كبيرة جدا، فأنت عندك هنا اختلاف كبير جدا شوية. أنت هنا محدود في عدة أجهزة مش هتقدر تطلع براهم، وعندك في أجهزة البي سي لا زي ما أنت عايز، لدرجة أن أنت ممكن تتعب وتتوه من كتر الاختيارات المتاحة قدامك. نيجي هنا النقطة تعتبر واحدة من أهم النقط اللي نتكلم فيها والاختلافات بين أجهزة بي سي وماك، هي الإمكانيات، المواصفات بتاعت الأجهزة دي اللي هي أساساً أنا هعتمد عليها في الشغل بتاعي. فنلاقي عندنا في أجهزة ماك من شركة أبل مواصفات قوية جداً، لكن قطع الهاردوير دي مصنوعة خصيصاً من شركة أبل لأجهزتها، فهي مش متاحة لأي أجهزة تانية. ما تقدرش تعمل الأبجريد اللي انت بتتخيله، الأبجريد بتاعك هيكون محدود جدا لو حبيت تغير أي حاجة في الأجهزة دي، فأنت بتختار النسخة أو الاختيار اللي قدامك اللي ناسبك من المواصفات دي، ما تقدرش بعد كده تعمل أي حاجة فيه، ما تقدرش تعمل نقلة فيه وكأنك جبت جهاز جديد، لا. في المقابل عندك أجهزة البي سي المواصفات انت اللي بتحددها، انت اللي بتختار عايز ايه وتجمع قطع الهاردوير مع بعض عشان تصنع الجهاز اللي يناسبك ويناسب شغلك. ممكن تلاقي حاجات جاهزة، طبعا شركات كتير بتقدم أجهزة جاهزة بمواصفات خرافية، أو بتصنع أنت الجهاز اللي يناسبك بقطع الهاردوير بتاعتك اللي في دماغك اللي أنت عايز تستخدمها. وبعد كده متاح جدا بسهولة أن أنت تغير حاجة في الجهاز بحيث الجهاز يكون أفضل وتكون مواكب التطور اللي بيحصل كل يوم في التكنولوجيا. فأنت هنا عندك جهاز شوية مغلق في القطعة بتاعته مش هتقدر تغير فيه كتير، مش هتقدر تعمل فيه النقلة، وعندك هنا جهاز بمنتهى البساطة ممكن تغير فيه أي حاجة، البروسيسور، الجرافيك كارد بتاعتك، الرامات، المذر نفسها، ممكن تغير أي حاجة في الجهاز بحيث يكون بيواكب التطور اللي احنا فيه. طيب هل هيكون في تفوق واضح لجهاز على التاني، البي سي على الماك او الماك على البي سي؟ ما نقدرش نقول ده، لان ابل لما بتصنع اجهزتها بتصنع حاجة متطورة جدا بتواكب العصر اللي احنا فيه، مش بتعمل لك حاجة اي كلام او مواصفات قليلة، لا بتعمل حاجة اقوى ما يكون، وزي ما قلنا متفوقة جدا في الايديت والجرافيك والدنيا دي، ودي بتحتاج مواصفات خرافية. في المقابل اجهزة البي سي انت مش هتلاقي حاجة تعديها او تفوقها في المواصفات والامكانيات، لان كل يوم في جديد ومتاح للبي سي، فمش هتلاقي حاجة أقوى من كده. الدنيا متقاربة شوية في موضوع القوة والإمكانيات والمواصفات، لكن عندنا تفوق شوية لأجهزة البي سي اللي فيها كل يوم جديد، وانت تقدر تواكب الجديد ده، مش بتكون مغلق ومضطر ان انت تكمل بالجهاز اللي انت اشتريته من شركة أبل لحد ما شركة أبل تصنع لك الجهاز الأحدث من اللي معاك. وتفوق كمان لأجهزة البي سي في الحتة دي، لأن انت بتحتاج مواصفات جبارة ممكن شوية عشان الجيمينج، فانت هنا هتفقد الحتة دي تماما في أجهزة ماك، هيبقى معاك المواصفات بس انت لو مالكش في الإيديت والجرافيك والدنيا دي هيبقى معاك مواصفات انت مش قادر تستغلها، لان مفيش شركات بتطور الألعاب اللي انت بتشوفها دي للماك او اس لأنظمة التشغيل بتاعت شركة أبل، لكن بتطور طبعا لأنظمة تشغيل ويندوز، فانت كل الألعاب متاحة ليك ان انت تلعبها على البي سي، لكن شركة أبل وماك انت مش هتلاقي حاجة للجيمينج تقدر تستخدم فيها الإمكانيات الجبارة دي. بعد كده بنروح لحتة فيها تفوق واضح جدا لأجهزة ماك وشركة أبل، اللي هي الدعم الفني.
حقيقة في النقطة دي لما نيجي نتكلم عنها ما نقدرش ننكر ابدا ان شركة ابل واحدة من اعظم الشركات اللي بتقدم خدمة مميزة جدا للعملاء بتوعها وتقدم دعم فني ممتاز. النقطة دي مهمة جدا لاني بعد ما اشتريت البي سي او اشتريت جهاز ماك هيحصل ايه لو قابلتني مشكلة وانا عايز احلها؟ هل هلاقي صعوبات في حل المشكلة دي ولا الموضوع هيكون بسهولة وبسلاسة؟ الحقيقة شركة أبل بتتميز جدا في الموضوع ده لأني عندك أكتر من فرع تقدر تروح فيه تودي لهم جهازك بالمشكلة اللي فيه وهم هيتولوا حلها، أو كمان تتواصل مع الدعم الفني وإنت في البيت وهيهتموا جدا بموضوعك ويتابعوك خطوة بخطوة لحد ما المشكلة تتحل. غير شوية أجهزة البي سي، والمشكلة هنا لأني الشركات كتير جدا بتتنافس في صنع البي سي، مش شركة واحدة محتكرة، فعندك مئات الشركات اللي بتقدم دعم فني ومش كلهم على نفس الكفاءة، فانت شوية في الدعم الفني وشوية في خدمة العملاء ممكن تتعب في البي سي اكتر بكتير جدا من شركة ابل. الاختلاف اللي بعد كده برضو في تفوق واضح لشركة ابل وهو الحماية، الامان اللي بتقدمه لك في الاجهزة دي. حقيقة شركة ابل هنا برضو بتتميز بامان وحماية محدش يقدر يتكلم عنها، معروفة ومميزة جدا بالحتة دي، بس ده بيرجع زي ما قلنا لان شركة ابل مغلقة على ذاتها وعلى اجهزتها، فانت بتشتغل الماك مع الماك بوك مع الماك برو مع الايباد مع الايفون بتاعتك، فكل الاجهزة دي من شركة ابل، فهي قادرة تحكم السيطرة على الاجهزة دي مش بصعوبة يتم تهكيرها او اختراقها. كمان نقطة مهمة جدا ان اللي بيصنع فيروسات وبيحاول اختراق حاجة ما بيوجهها شوية للماك او اس وانظمة التشغيل بتاعت ابل خالص، هو بيحاول يوجهها لأنظمة التشغيل اللي منتشرة اكتر ومستخدمينها اكتر بكتير جدا، فلو هيتم تصنيع فيروس هيكون موجه شوية للويندوز اكتر بكتير جدا من الماك او اس، فالفيروسات الموجهة هنا قليلة جدا، فده نظام حماية وامان افضل ليك. لكن في المقابل مع البي سي ومع مايكروسوفت ويندوز انت بتضطر تاخد الميزة اللي هي خيارات غير محدودة، تقدر تتعامل مع اي حاجة وتوصل اي حاجة في اي حاجة، مفيش اي مشكلة خالص، وتقدر تستخدم اي سوفت وير من اي شركة. هتضطر تتعامل مع المشكلة اللي هتقابلك ان انت ممكن تكون عرضة اكتر للاختراق وعدم الامان في الاجهزة دي. الاختلاف اللي بعد كده هو الاجهزة دي موجهة لمين؟ مين المستخدم المقصود بالجهاز ده؟ سواء اجهزة بي سي او الماك. هتلاقي عندك في الماك اول حاجة هو المستخدم اللي ارتبط اساسا بالبراند ده، ارتبط بشركة ابل. ابل بتعرف تعمل براند ده كويس جدا وبتعرف تعمل حالة الانتماء دي بينها وبين المستخدمين بتوعها، فانت هتلاقي مستخدم الماك ما بيحبش يغير، لا بيستنى الجهاز الجديد ويطور مع شركة ابل، ما بيحبش يغير ويجيب براند تاني. في المقابل اجهزة البي سي هي موجهة لكل المستخدمين، لاي حد عايز يعمل اي حاجة، الجيمينج، جرافيك ديزاين، ايديت، لمجرد التصفح وتعمل اي حاجة على الجهاز، كل حاجة انت تقدر تعملها من خلال اجهزة البي سي، فهي بتكون مصنوعة خصيصا عشان تكون متاحة لكل، لاي حد عايز يعمل اي حاجة. لكن شركة ابل زي ما قلنا شوية مع المستخدمين اللي بيحبوا يكملوا مع شركة ابل، وممكن كمان محبين شوية الجرافيك ديزاين بيميلوا شوية لاجهزة ابل بسبب تصميماتها وبسبب كمان السوفت وير الحصري اللي عليها اللي بيكون مميز في الحتة دي. اخر اختلاف واللي فيه تفوق ملحوظ للبي سي هو السعر. اجهزة ابل زي ماك بتكون غالية، غالية شويتين لان انت في النهاية بتشتري براند ابل، لكن اجهزة البي سي انت عندك شركات كتير جدا، مئات الشركات بتتنافس مع بعض عشان تقدم افضل جودة وافضل سعر، ففي النهاية ده بيعود عليك انت بالنفع كمستخدم، تقدر تجمع الجهاز اللي انت عايزه واللي يناسب ميزانيتك واللي يناسب الفلوس اللي معاك، غير شركة ابل اللي انت مضطر تلتزم بسعر محدد وفي الغالب بيكون عالي. دي كل حاجة عن اجهزة بي سي وماك، مش هنيجي في النهاية ونقول البي سي افضل او الماك افضل، لكن لا، حسب اختياراتك، حسب تفضيلك، حسب انت عايز تعمل ايه بالاجهزة دي. فاتمنى يكون الفيديو ده يساعدك شوية ان انت تعرف الاختلافات، تعرف ايه المميز هنا وايه المميز هنا، ايه نقط الضعف هنا وايه نقط الضعف هنا، وده يخليك تاخد قرار بسهولة اكتر. اتمنى تكون استفدت واشوفك الفيديو الجاي.